قال الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية في لقاء مع أخبار الآن إن القوات العراقية تعمل بجهد كبير لاكتشاف الأنفاق الملغومة التي تركها تنظيم داعش نظرا للخطورة الكبيرة التي تشكلها على السكان. وأكد الهاشمي أن داعش استخدم الأنفاق في معاركه ضد القوات العراقية لغرض التنقل من مكان لآخر، فضلا عن استخدامها لأغراض تكتيكية لإدارة المعارك. بالتأكيد أنا اليوم كان عندي حديث مع أحد القيادات في منطقة تل الأحفر وتحدثنا بهذا الموضوع، قال إلى حد اليوم بعد عمليات التحرير هناك جهد هندسي يعمل بشكل كبير، لكن هناك بعض المصاعد الألغام من الصعوبة بمكان اكتشافها وتؤدي إلى خسائر ربما بالمعركة، ما نقدم الخسائر بقدر ما القوات تقدم خسائر بعد عمليات التحرير. وهذا الأمر ليس في تل الأحفر وليس في الموصل فقط، لكن أيضا كان في الفلوجة وفي الرمادي وفي تكريت وفي بيجي، وربما سيستخدم في الحويجة على اعتبار أن هذه الاستراتيجية موجودة لتنظيم داعش، يتميز بموضوع حفر الأنفاق وموضوع تلغيم كل ما موجود حتى يستخدم سياسة الأرض المحروقة. هذه الاستراتيجية استخدمها داعش وفق المعلومات الاستخباراتية مع بدء أول عملية تحرير في منطقة جرف الصخر. بعدها داعش قام يتحوط فبدأ يحفر واستخدم استراتيجية الأنفاق، والأنفاق تقسم إلى قسمين، أنفاق في داخل المدينة لأغراض التنقل إذا حدث ضربة جوية، وأغراض تكتيكية لنقل مقرات القيادة والسيطرة، وهناك نفق كان في داخل مدينة الموصل لإدارة المعارك يربط بين المستشفى الحكومي مع فندق بابل، فندق نينوى أوبراوي، فضلا عن وجود أنفاق تؤدي إلى خارج هذه المدن. وبالتالي هناك كثير من الأنفاق المعلومة الاستخباراتية عبروها الأهالي قبل بدء عمليات التحرير، واستطاعت القوات العراقية أن تضرب هذه الأنفاق وتضرب القيادات الموجودة فيها. لكن أيضا هناك أنفاق يعني كان هناك تكتم شديد عليها، نعم ربما المعركة تأخرت لكن أعتقد النتائج كانت إيجابية. هي الحكمة ليست في السرعة بل الحكمة في النتيجة، وهذا ما حدث حتى في معركة تل الأحفر، كانت هناك انتقادات أنها تأخرت لكنها حسمت على عجالة بسبب مشاكل سياسية ومشاكل أخرى داخلية.